وبشأن جهود مصر في تعزيز ملف حقوق الإنسان، أكد الرئيس السيسي أن اهتمام مصر بهذا الملف نابع من احترام الشعوب من واقع مسؤولياتنا الأخلاقية والتاريخية. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما يهتم بملف حقوق الإنسان إلى زيارة مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتبنى مقاربة شاملة بشأن هذا الملف. لأن ده موضوع مهم قوي، ودايما لما بلتقي مع يعني في مؤتمرات من مثل هذه المؤتمرات يتم طرح السؤال ده، والحقيقة المرة دي أنا عايز أرد عليه بشكل مختلف. واسمح لي إن أنا أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر ويجي يزورنا في مصر، وإحنا هنتيح له فرصة إن هو يلتقي بكل بالجميع ويتحدث معهم. وأتصور إن هو اللي حيره أرجو إن هو يجي ينقله هنا للرأي العام في ألمانيا، لأن أنا بطبيعتي شهادتي في هذا الأمر هتبقى شهادة مش هتبقى مجروحة زي ما بيقولوا عندنا كده في بلادنا، شهادة يقول لك لازم هيدافع عن نفسه ويقول إن الأمور كويسة وكده. لا، تعال شوف الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي، شوف حياة الإنسان اللي احنا بنتكلم حياة كريمة في مصر عاملة إزاي، اتكلم على حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني اللي موجودة في مصر وشوفها وشوف هي أخبارها إيه. واللي بتشوفه أنا كل اللي بطلبه منك إنك أنت تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا. هل فعلا في مصر في حرص شديد على الحريات ولا لا؟ ده أمر أنا يعني بدعوك فيه، وعشان كده بدأت الإجابة بالسؤال ده، لأن ده سؤال دايما بيطرح عليا، وبوجد أن يمكن تكون الصورة مش واضحة لكم هنا. لا، لازم تزوروا مصر، وأنا يمكن لما بيجوا مسؤولين ألمان بقول لهم من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم كل الناس بدون تدخل من جانبنا، وهتشوفوا ان احنا هذا الامر واحنا مش مهتمين بيه عشان انتوا بتسالوا عنه. مهم قوي ان انتوا تعرفوا كده، احنا مهتمين بيه عشان احنا بنحترم شعوبنا وبنحبها، ومش كلام، احنا بنحترم شعوبنا زي ما انتوا بتحترموا شعوبكم، وبالتالي احنا مش مهتمين بيه عشان انتوا بتسالونا عليه. لا، ده مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا.